النازحون في العراق أبرزوا المآسي التي يعيشها البلد منذ عدة سنوات. نازحو عشيرة الكراغول جنوبي محافظة صلاح الدين شاهد آخر على هذه المعاناة الكبيرة التي يكابدها النازحون في أماكن نزوحهم وفي مناطقهم التي عادوا إليها مرغمين ولم يجدوا فيها سوى الخراب والدمار. احنا 400 عائلة ردت فقط 100 عائلة. الباقي اللي يجي يعني يجي يشوف المنطقة ويلهزم يعني أشباح، منطقة أشباح كلها مهدمة كلها رايحة، يعني حتى البيت الواقف تلقى من الطب يخوف محروق، لا شباك لا باب لا شيء لا شياطين، كهرباء مالتنا معدومة، 17 محولة ماكو ولا محولة، لا جيوا علينا ولا شفنا محافظ ولا شفنا مسؤول من محافظة صلاح الدين جي علينا فقط، لا كهرباء لا خدمات لا مسؤول حد يمرنا، يعني كل شيء ماكو. صافي دافية. عبرونا من تفتيش وجينا هنا دخلنا بالمنطقه مالتنا ماكو كل شيء. بتراب اليوم باكر اليوم باكر بعد اسبوع 100 اسره فقط من النازحين وهم اكثر من 400 اسره عادت مجبره بسبب عدم احتواء مناطق نزوحهم على الخدمات الاساسيه للحياه الكريمه. وعادوا بعد غياب 7 سنوات طامعين بالامان والاستقرار. لكن أحدا من الجهات الحكومية لم يبذل جهدا لإعادة بناء البنية التحتية في هذه المناطق المنكوبة وتلبية المتطلبات الأساسية للمنطقة وأهلها العائدين. بيوت مخربة مدمرة، منطقة منكوبة، خدمات ماكو، كهرباء ماكو، محافظ لا محافظ لا برلمان لا قيم مقام لا مدير ناحية، لحد الآن ما وصل أي المنطقة. وشوف هاي الكهرباء المحولة بس واقفين يمها وكهرباء ماكو، بيوت محروقة دحجباو عليها. مساكننا مو مال سكن يعني حقيقة، بس وين تروح العالم؟ عوائل ضخمة، احنا كل عائلة كل عائلة بيها 20-30 نفر، وين العالم تروح؟ ماكو أي دعم عندنا، أي دعم لحد الآن ما وصلنا أي دعم، لا من الحكومة المركزية ولا من محافظ صلاح الدين. وإلى أن تستفيق السلطات الحكومية المسؤولة عن تأمين النازحين وإعادتهم مكرمين إلى مناطقهم، يبقى أبناء عشيرة الكراغول ضحية من ضحايا الفساد والتقصير الحكومي الذي يتفاقم يوما بعد آخر.